السلام عليكم ورحمة الله. اليوم لقائنا مع أحد الفرق في الطائف أو المجموعات. عملكم الأستاذ مين؟ أرحب بكم في فريق أركان للتوعية والبحث والإنقاذ، وهو أول فريق بحمد الله تم تأسيسه في مدينة الطائف، مؤسسة احترافي يعمل على كوادر مؤسسة تأسيس مهنيا وفنيا متخصصين في مجالات البحث والإنقاذ والتوعية. كم عددكم دحين ما شاء الله؟ والله تقريبا الآن تجاوز 100، قرب 100 بإذن الله. الفريق طبعا عندنا فريقين رجالي والقسم كذلك من الأخوات النسائية، قسم نسائي متخصص يحملون دورات الإسعافات الأولية، دورات تطوير ذات، دورات في إدارة الأمن والسلامة. كذلك الفريق عندنا يحتوي الفريق على عدد، على مجالين. المجال نبدأ في معكم في المعرض المختصر للفعالية اليوم، وهو هذا المعرض عن البحث والإنقاذ. هذه عندنا وسائل أولا إطفاء الحرائق، كرة الحريق إذا كان في حال حدوث حريق فتقوم بدحرس الكرة هذه إلى مصدر النار. مع الحرارة ينفجر المادة الإطفائية اللي فيها البودرة فتغنيك سلامة المسعف أولا وتطفئ الحريق بإذن الله تعالى. هذه بكرة 8 طن سحب تستخدم في السحب. هذا الحبال والسلم الحبلي يستخدم في الجبال والأبار. كذلك عندنا هذا الزميل كما تشاهدون في أستاذ مين؟ عبد العزيز العجلان من وحدة السيد عزيز العجلان، هو أحد المدربين حاصل على دورات في التسلق الجبلي، وهذه معدات تعطينا في نص دقيقة. السيد عزيز تفضل. هي ببساطة معدات تسلق جبال إنقاذ جبلي، فيها أدوات السلامة وببساطة يعني أنها عدة تسلق الجبال. الهارنس، نستعمل الهارنس عشان يشيل وزنك، تربط هنا الحبل ونهاية الحبل تربط في هذه العدة ويربط فيها النهاية عشان تبتك على الجبل وتمنع السقوط. طبعا انت مع الفرق، مع المجموعة هذه ومجموعة الهايكينج؟ انا فريق أركان التطوع. هذا في فرع تسلق الجبال ما شاء الله. كذلك عندنا المعرض المصغر. الاستاذ عرف نفسك. رايد الخديدي، مدرب مدربين اسعافات اوليه منظمه ايفار الامريكيه. ما شاء الله تبارك الله. طبعا عندنا ثلاثه مدربين اسعافات اوليه فريق أركان، عندنا 11 مدرب اسعافات اوليه، عندنا ثلاث مدربات اسعافات اوليه، عندنا كذلك لا يقل عن 25 مسعف و25 مسعفه للاسعافات الاوليه، جميعهم دوليين تبع منظمه ايفار الامريكيه. طبعا احنا نباشر الحالات الإسعافية مهما كانت، حوادث لا قدر الله، في الأزمات، في الكوارث، في الحج، في العمرة. تنسيق مع الدفاع المدني، تنسيق مع الدفاع المدني جهات الاختصاص. كذلك عندنا حصل لكم قمتوا به، حصل إنقاذ بري، في إسعاف، في بحث عن المفقودين، كذلك موسم الحج والعمرة. كذلك أستاذ رايد كان أحد المسعفين في على متن الخطط السعودية في الطيران في الجو ما شاء الله. بفضل الله كان حالة صادفت وجود الكابتن رايد نتعامل معه تعامل سليم. الشيء الثاني عندنا نادي الطيران الشراعي، عندنا 4 أو 5 مدربين. نعم صحيح، نادي الطيران الشراعي بجدة هو أحد أبناء فريق أركان ويقوم نعم صحيح، سمع جدة لي والبشكلك. إيه هذا له. ففريق الطيران عندنا طيران شراعي، عندنا ما شاء الله مدربين عدد 4 أو 5. بالطيران؟ والله في النادي سما في جدة. جدة. إيه نعم صحيح. الطائف ما في لسه. الطائف ما في نادي، لكن في عندنا مدربين يستطيع أن يطيب الطيارة الشراعية في الطائف. بالطائف. وباشر أي حالة بحث وإنقاذ. ما شاء الله. الله يعطيكم العافية. شكرا لك باشمهندس. الله يعطيك العافية. دوما هذه نقوم بها لعملية الشرح الدورات الإسعافية اللي نقوم بها في المدارس. الآن نقوم بدورات توعوية في جميع مدارس الطائف، بنين وبنات. نشرح لهم طريقة الانعاش القلبي الرئوي، تجبير الكسور، قياس الضغط، الحرائق، جميع أنواع الإسعافات. الله يقويكم، يعطيكم العافية. شكرا باشمهندس.